أرى أنه من واجب أن يتم فرنسة تلك المواد العلمية لما لها من إيجابيات بعد الحصول على البكالوريا، لأن التعليم بعد البكالوريا يتم بالفرنسية، حبذا لو كان التعليم يكون حتى باللغة الإنجليزية، وأن يكون هناك توازن بين الفرنسية والإنجليزية. إذن أن المبادرة التي قام بها هي من أجل مصلحة التلميذ. أنا ضد الفرنسة ديالها، حيت حنا أصلا ماشي دولة، ماشي بلد فرنسي، وحنا كنا كنعتمدوا اللغة الفرنسية غير كلغة استعمار، لأنه هما اللي كانوا حاطين المقررات، بينما دابا العالم ولا كياخذ وجهة أخرى، ولا كياخذ ولا كينفتح الإنجليزية والإسبانية أكثر. لا ما كرهتش، تعرب من الاحسن انها تعرب باش تقرب للفهم ديال الدراري عندنا في البلاد، وباش الانسان يستوعبها اكثر واكثر، لان كاينه دول مشارقيه ومعربين المواد العلميه، وعندهم دكاتره وعندهم اساتذه وعندهم مهندسين في العالم كامل. القانون الاطار كيضرب المسائل الاساسيه اللي هي الحق في التعليم، باعتبار انه كيضرب المساله المجانيه، مساله اللغه يمكن مسألة قابلة للنقاش، ولكن بالنسبة للمجانية هذه المسألة مرفوضة، بالنسبة لأن أغلبية ديال أبناء الشعب ما عندوش إمكانية باش يخلصوا. إذن بالنسبة لي أنا ضد هذا القانون ديال الإطار، وبالتالي كنطالب باش يمكن التراجع عليه. كل شيء مزيان أسيدي، مزيان. حنا ما تخصوش في هذا الحاجز نتاع اللغة، حنا الحاجز اللي تمنا هما الولاد ديالنا يقراو ويكونوا في المستوى العالي ويمكنوا يدخلوا للجامعات العالميه وكل شيء، هذا مزيان، قضيه مزيانه وفيها منفعه للطلبه ديالنا ويكونوا في المستوى، غادي تكون عندهم العربيه والفرنساويه ولا العربيه والانجليزيه، وهذا ايجابي. حنا راه عندنا واحد التبعيه لفرنسا اكيد، حتى تتعطيك واحد الفرصه حتى انك تكمل الدراسات ديالك في بلجيكا، في سويسرا، في فرنسا، في الكيبيك، فهمتي؟ هذه راه اختيارات استراتيجيه. الا اختاريتي الفرنسيه المهم هي انك ديرها من الابتدائي حتى التعليم العالي، هي اختيارات. اختارنا غير لغه واحده، ما تبقاش ديك الازدواجيه ديال اللغه، نوبه العربيه، نوبه الفرنسيه، الانجليزيه هي لونغ انترناسيونال، فهمتي؟ خاصهم يقرروا لغه واحده ويديروها من الابتدائي حتى التعليم العالي، سواء كانت عربية أو لا فرنسية أو لا أنجليزية. إلا ما مشيناش فرنسناهم من السنة السابعة والثامنة والتاسعة وأولى باك وثانية باك، غادي نوحلو الدراري اللي غياخذوا بكالوريا يكون عندهم مشكل في الاندماج في الجامعات، سواء كانت جامعات مغربية أو أجنبية. زائد الإشكالية اللي تطرح، وأنا كاتب عام ديال جمعية الآباء وأولياء التلاميذ ديال بنو بطوطة، كاين واحد المشكل أنهم تنجيو في السنة الأولى باك باش ندوزو الفرنسية، وتيكونوا الدراري ضعاف في اللغة الفرنسية، كي لا بواطا ميغفاي أونتي كونغ ديغنيغ جوردان كونداني، تيكون عندهم مشكل. وبالتالي أنا تنشوف أنه فرنسا تيفتح المجال للتلاميذ أنه عبروا بصفة إيجابية في اللغة الفرنسية، ويقدو ما يكونش عندهم دي فوت في لوكتوغراف، وهذا مزيان. أنا بالنسبة لي اللي تيتحدث بأنه ضروري خصها تكون اللغة العربية، أننا اللغة العربية لا تساير المناهج العلمية. اللغة الفرنسية هي اللغة، كل ما تعلم الإنسان راه مزيان. والإنجليزية أنا مع الإنجليزية في الحقيقة، لأن اللغة ديال العلم هي الإنجليزية. كنت تقربوا ماشي هما يقري ولادهم الإنجليزية وحنا يقريونا يخليو لينا العربية، أنا ما متفق شيء معهم. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.